صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا لمحطتنا الحوارية الثانية، حيث أطلقت مديرية الصحة باللاذقية حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. طبعا هذه الحملة بدأت منذ يوم الأحد حوالي 11 شهر من هذا الشهر، كانون الثاني، وهي مستمرة حتى 15 منه. طبعا معلومات وتفاصيل أكثر عن هذه الحملة من خلال اللقاء التالي مع الدكتورة جينان رحال، وهي مسؤولة عن اللقاح والطفل بمديرية الصحة. يسعد صباحك دكتورة جينان. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الصحة. صباح الصحة والجمال. بتمنى الصحة تكون هيك تاج على رؤوس كل المشاهدين. هلا رح نحكي عن التحضيرات والاستعدادات التي قامت بها مديرية الصحة لإنجاح هذه الحملة، حملة اللقاح، وخصوصا اللي بلشت بنهاية سنة 2019. أكيد بيكون إلى تداعيات ومحسوبيات هيك غير بداية انتشار الكورونا. هلا اي حمله هي بيسبقها تحضيرات، مشان يعني لما نحن بنجي على الحمله يكون كل شيء جاهز، فبيسبقها تحضيرات لفتره يعني معينه. هي التحضيرات بتشمل اجتماعات مع العناصر الصحيه، بتشمل اسبوع كامل نحن بنسميه تواصل. المثقفات الصحيات بيقوموا بنشر رسائل صحيه، بيعملوا زيارات منزليه، بيعملوا جلسات مع الاهالي، بيطلعوا زيارات لحتى يعرفوا عن الحمله، يعطوا رسائل صحيه عن تاريخ الحمله وعن اهميه الحمله وحول اللقاح وين بينوجد اللقاح، منشان الناس تعرف لوين تتوجه اثناء الحمله. هيدي هي الاستعدادات. بنعمل خطة نحن على مستوى المحافظة، وكل منطقة بتعمل خطة على مستوى المنطقة، عشان المراكز الصحية تكون ببداية الحملة جاهزة للانطلاق والعمل. طب ما بعرف ريما، شو رأيك قبل ما نتابع حوارنا مع الدكتورة جينان ناخذ تقرير؟ طبعا مشاهدينا زميلتنا ديما عبد الكريم أعدت التقرير عن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. خلونا نتابع التقرير ونرجع لنستكمل الحوار مع الدكتورة جينان. المراكز الصحية في اللاذقية وعبر كوادرها الطبية تستنفر جهودها لإنجاح حملة التطعيم المكثفة ضد فيروس كورونا التي تطلقها وزارة الصحة، وتستهدف الأشخاص فوق 18. منأكد على اللقاح وأهمية الحملات الكورونا اللي عم تصير كل يعني بشكل دوري. اللقاح آمن وفعال، طبعا أثبت فعاليته من خلال تقليل عدد الإصابات اللي صارت. منأكد على الكل انه اللي ما اخذ اللقاح يرجع هلا يجي ياخده، واللي اخده يرجع ياخده مره ثانيه ليعزز مناعته. ايصال اللقاح لكل الناس، نحن عم ننزل فرق جواله، في ناس ما كثير عم تقدر تيجي على المراكز الصحيه، فنحن منتابعهم بمحلاتهم باعمالهم بالشوارع، يعني عم نتابعهم. انا مريض، اخذت اللقاح كورونا، اخذته دفعه واحده جرعه واحده، وكان كثير كويس. بالعكس حسيت انه حتى الرشح والقريب ما عاد وقف عندي، صارت منعتي كثير كويس، وبنصح كل مريض ياخذ لقاح كورونا. طالع من الجامعه، فانا ماشي شفت السياره تبع اللقاح، وقلت هي افضل فرصه لحتى اخذ لقاح، لانه انا ما اخذته، وبنصح الكل يجي ياخذ اللقاح لانه مجاني احسن ما لقدام تدفعوا مصاري عليه. كنت والله رايح على الجامعه، وانا ناطر الجرعه الثانيه لاخذها، هسه اروح على المركز، وشفتكم بالصدفه، الله يعطيكم العافيه. وهيك توفير للمواطن احسن، وانه بلاقوهم بالطريق. 79 مركزا صحيا و25 فريقا جوالا لضمان الوصول الى اكبر عدد من الاشخاص. التطعيم آمن ومجاني، وهو إجراء فعال للمحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء الفعلي على الجائحة. كان يعطيك العافية دكتورة جنان، وبدنا نشكر كل الكوادر الموجودة بالفرقة الجوالي بمختلف المناطق اللي عم تكون على قدم وساق، سواء كان بمحافظة اللاذقية وريفة القرداحة وجبلة. هلا إذا بدنا نحكي عن مدى فعاليتها، يعني بلشت بالشهر باليوم 11 الشهر ومستمرة ل 15 شهر، لو نحكي أكثر بهذا الموضوع. هي الحملة انطلقت حملة وطنية 11-12 ومستمرة لغاية 15-12. هي الهدف من الحملة هي المحافظة على استقرار الوضع الوبائي للكورونا، يعني
هلأ للأمانة بعد ما انتشر اللقاح وفي ناس أخذت اللقاح هيك عم نلاحظ أنه نحن عدد الإصابات صار أقل وحتى الإصابات صارت أخف. يعني المحافظة على استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة إلا عن طريق اللقاح، يعني لا يتم إلا عن طريق اللقاح. فالحملة هي فرصة للناس أنها تروح تأخذ اللقاح، ومثل ما شفنا بالتقرير يعني أنه الناس نحن عم نبعث فرق جوالي حتى ضمن المدينة، يعني الفرق الجوالي عم تكون ضمن المدينة وضمن الريف، فهي فرصة للناس اللي هي ما عندها إمكانية أو نعرف بجوز بهاي الظروف صعب أنها تروح على المراكز الصحية، فالفرق الجوالي عم تكون موجودة بالريف وبالمدينة لتوصل للمناطق أو للناس اللي هن ما نون قادرين يجوا على المراكز الصحية ياخدوا اللقاح، فهي فرصة حتى ياخدوا اللقاح بهاي الفترة بفترة الحملة. دكتورة إذا بنحكي عن الفئات العمرية المستهدفة من هيدي الحملة، وإذا افترضنا أنه كان في حدا أخذ جرعة ومو مستكمل اللقاح تبعه، قادر بهي الحملة أنه يستكمل لقاحاته؟ طبعا هلأ الفئة العمرية المستهدفة بالحملة هي أي شخص فوق 18 سنة هو قادر يأخذ اللقاح. بالنسبة للأشخاص المانو المستكملين اللي أخذوا جرعة أولى بيقدروا هلأ يأخذوا الجرعة الثانية. بالنسبة للأشخاص اللي ما أخذوا ولا جرعة بيقدروا يأخذوا الجرعة اللي بدهم إياها. قد ايه المده لازم تكون بين تماما هلا اللي اخذ جرعه اولى وما اخذ الجرعه الثانيه بيقدر ياخذها باي وقت بده اياه، اللي اخذ استكمل جرعاته بعد 6 شهور بيقدر ياخذ جرعه داعمه، اللي ما اخذ ولا مره انا بنصح الناس كلها ترجع تاخذ مره ثانيه. اللقاح امن مثل ما حكى بالتقرير وفعال ومجاني وفرصة للناس لأن تأخذ اللقاح، فهو متوفر للكل، اللي أخذ واللي ما أخذ، واللي أخذ جرعة وهو فكر أنه ما نقادر يستكمل جرعاته لا بالحملة بيقدر يروح على المركز الصحي وإذا معه بطاقة ياخدها يفرجيهم ياها شو أخذ ليعرف يكملوا له لقاحاته، حتى لو ما معه بطاقة بس يقول لهم أنه شو أخذ، هني عندهم سجلاتهم بيعرفوا شو أخذ وإمتى أخذ وبيستكملوا له جرعاته. يعني دكتورة جنان، أي حدا بيجي لعندكم تعطوه اللقاح بغض النظر إذا كان عنده مثلا مرض، ممكن يكون هذا مرض مزمن أو مثلا إحنا هلا بفترة انتقال من فصل لفصل، الرشح الزكام، هذا الشيء بيأثر على أعطاء اللقاح؟ هلأ هي موانع أعطاء اللقاح قليلة جدا يعني للأمانة. هلأ بكل مركز صحي في طبيب، هلأ شخص بيدخل أنا بدي أخذ اللقاح، بس مضادات الاستطباب هي مثل ما حكيت قليلة جدا جدا، هي فقط نحن حكينا أنه فوق 18 سنة، فتحت 18 سنة ممنوع ينعطى اللقاح تحت 18 سنة. الأشخاص اللي تحسسوا لجرعة سابقة، يعني ممكن يجي لعندي شخص اللي أنا أخذت أول جرعة وصار عندي تحسس، صار عندي شري تعب جسمي، هذا ما بياخد الجرعة الثانية والهلأ مصابين كورونا، نحن بنستنى لحتى يطيبوا وبنعطيهم اللقاح. يعني شخص عنده أعراض وعم يقول لي أنا حرارتي مرتفعة ومريض وتعبان وهيك ما بعطيه اللقاح، بأجله بقول له بس تروح الأعراض تعال عندي الأسبوع القادم مثلا بعطيه. وغير ذلك لا يوجد أي مانع من أعطاء اللقاح، اللي عنده ضغط، اللي عنده سكر، متوجس، خايف، في طبيب بالمراكز الصحية بيحكي له وضعه إنه أنا هيك وضعي، والطبيب بيقدر الموضوع. طبعا الأشخاص اللي هن عندهم أمراض مزمنة بالعكس هن اللي لازم ياخذوا اللقاح، هن اللي عندهم أمراض ضغط، اللي عندهم أمراض سكري، اللي عندهم أمراض مزمنة، هن اللي لازم ياخذوا اللقاح، ما لازم يتخوفوا من الموضوع أبدا، بالعكس هن مستهدفين أكثر. يعني في مضاعفات بتصير لدى الشخص اللي بياخذ اللقاح، مضاعفات طبيعية ضمن الوضع العام يعني؟ هلا مضاعفات طبيعيه لا ما بتصير، هلا مثل اي لقاح. شو اللي ممكن يصير؟ ممكن يصير حراره خفيفه، ممكن يصير تعب خفيف، وهن، الام عضليه، الام مفصليه. هلا الاعراض اللي بتصير بعد اعطاء اللقاح قولا واحدا 24 48 ساعه بتكون رايحه، يعني لا تستمر اكثر من ذلك ابدا، وراحه بالفراش مع سوائل، مع ممكن مسكن او خافض حراره، 24 48 ساعه بتكون رايحه الاعراض. واللقاح ابدا لا يسبب اصابه. انتشرت بين الناس انه ممكن انا والله اخذت اللقاح وبعدين صار عندي كورونا من اللقاح. اللقاح لا يسبب الاصابه ابدا، اللي صار عند هذا الشخص هو تصادف، هو صدفه كان شكله حامل الفيروس وراح اخذ اللقاح، هو ما بيعرف حاله، هو مختلط مع شخص كان مصاب، هو ما بيعرف حاله انه اخذ العدوى، ما ظهرت عليه، راح على المركز الصحي وتزامن مع تماما اخذ اللقاح، بعد 4-5 ايام ظهر عنده الـ 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 الاعراض، فهو توقع انه ممكن من الهيدا، والا هو حامل الفيروس
قبل ما يروح ياخذ اللقاح، لانه اللقاح لا يسبب الاصابه ابدا. طيب المصاب بالفيروس يعني بفتره اصابته يعني حاله طبيعيه انه يروح ياخذ اللقاح؟ المصاب بالفيروس قلت لا، لازم لحتى يطيب لحتى ياخذ اللقاح. يعني بيراجع المركز الصحي انا حاليا مصاب، لا تروح على البيت لحتى تشفى الاعراض الحاده عندك ترجع بعطيك اللقاح. فيني بتى ما شفي تماما اعطيه اللقاح بعد الشفاء. وحضرتك دكتوره حكيتي في معرض حديثك انه في فرق جواله عم تحاول انه توصل اللقاح لاكبر عدد ممكن من المواطنين، طبعا اذا بنحكي ومنطمن المواطنين عن طريقه حفظ اللقاح ضمن الفرق الجواله، عن التعقيم، عن كل هاي، عن الكادر الطبي الموجود بالفرق. تماما. هلا الفرق الجوالي مثل ما حكيت انا، الفرق الجوالي موجوده عندنا بالمدينه وموجوده عندنا بالريف. بالمدينه هي عم تحاول تغطي الاحياء اللي ما فيها مراكز صحيه وتخفف عن الناس اعباء الروحه على المراكز الصحيه. بالريف هي عم تغطي القرى اللي ما فيها مراكز صحيه، وبالريف مثل ما بنعرف مسافات شاسعه يعني بعيده بين 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 القرى. فالفرق الجوالي نحن بنسميه للفريق الجوال هو مركز متنقل، يعني هو كأنه مركز ثابت بس هو متنقل. هن بسيارة، هن معن أدوات لحفظ اللقاح، هن معن كولمانات، هن معن حوامل لقاح، هن معن جمادات بيحطوها بالكولمانات وبيحفظ اللقاح، يعني كأنه مركز صحي بس متنقل. العناصر الصحية اللي بتلقح بالفرق الجوالي هي نفسها عناصر المراكز الصحية، فهو مركز متنقل فقط. هن البنات بدل ما يلقحوا بالمركز الصحي أخذوا اللقاح وأخذوا سلسلة التبريد اللي هي الكولمانات والحوامل والجمادات وحتى ميازين الحرارة بيكون بقلب الكولمان وبقلب حامل اللقاح، وطلعوا لعند الناس لحتى يلقحوهم. اللقاح محفوظ اللقاح محفوظ بشكل جيد من مصدره لحتى يوصل للناس. هلا الحوامل بحق لهم ياخذوا اللقاح؟ الحوامل والمرضعات هلا صار فيهم ياخذوا اللقاح. ليش هلا قبل ما كان؟ اول شيء ما كان انه منظمه الصحه العالميه ما يمكن عملوا دراسه او هيك او عزت انه ينعطى بالبدايه. هلا صار لا، فينا نعطي للحوامل، للمرضعات، لكل الفئات. ما في مثل ما حكيت اي مضاد استطباب ابدا الا التحسس لجرعة سابقة والأشخاص تحت 18 سنة وشخص إذا مصاب حاليا بالكورونا فقط لا غير. طب دكتورة فينا يعني نوضح للمشاهدين هي أي أنواع اللقاحات أفضل؟ هلأ ما في لقاح أفضل، هلأ اللقاح المتوفر هو اللقاح الأفضل. يعني هو اللقاح شو فائدته؟ هو اللقاح يعزز يعني دائما المواطنين بيسألوا هذا السؤال دكتورة دائماً. شو بناخد؟ صحيح اللقاح المتوفر بالمركز الصحي هو الأفضل. هو الموجود بالمركز الصحي هو الأفضل، وخصوصا وزارة الصحة هي وزارة الصحة هي اللي عم تجيب بدعم من المنظمات، هي عم تجيب لنا اللقاح، والوزارة هي عم تشرف على الموضوع، وموجود بالمراكز الصحية أكثر من نوع لقاح. هلأ في ناس بتقول شو موجود لقاح، العناصر الصحية بتحكي أنه أنا عندي سينوفارم، عندي جونسون، عندي سينوفاك، عندي كان استرازينيكا، عندي شخص هو بيختار. هلا في ناس كانت تختار من اجل سفر، في ناس كانت تختار من اجل شيء معين. تماما يعني. تماما. فهي كانت تاخذ النوع اللي بدها اياه، والا كافضل نوع لقاح اللقاح المتوفر بالمركز الصحي هو الافضل، واللقاح هو الهدف منه تعزيز الجهاز المناعي. صحيح. وانا احمي حالي من المرض، لاني انا ممكن احكي انه مثلا انه انا اللقاح ما بيعطيني حمايه 100%. انا مو اذا لقحت 100 شخص حميت 100 شخص من الاصابه، ممكن يعطيني حمايه 80%، بس النسبه اللي ضلت هي بتجي الاعراض خفيفه نعم. تماما. بتصير الاعراض خفيفه، يعني ياما ناس انصابت. انا امبارح شفت احد الاشخاص باحد المراكز الصحيه عم يقول له دكتوره انا اخذت اللقاح وانصبت بالكورونا. قلت له ايه كيف اجت الاعراض؟ قال لي دكتوره يوم. قال لي يوم دكتورة ايه؟ قال لي بعدين انا رحت عملت مسحة طلعت ايجابية وكان لي 10 أيام وانا ماني حاسس. فهو اللقاح هو اللي خلى الاعراض تجي خفيفة عنده، خفف من شدة الاعراض، بخفف من نسبة الدخول للمشافي والاستشفاء بالحاجة للتنفس الاصطناعي والمنفسة، وبالتالي نسبة الوفيات. هلا كلنا عم نلاحظ انه الاصابات خفت وصارت اخف يعني كشدة من قبل. شو السبب؟ هو انتشار اللقاح، ولانه
نسبة كبيرة من الناس تلقحت. وهون بنركز على موضوع أهمية التطعيم تماماً. أو ما نهمل أي حملة بهذا الموضوع لنحافظ على أجسامنا ولنحافظ على صحتنا لنكون نحن فعلا بأجسام صحية ونحافظ على مجتمعنا تماماً. اللي هو يعني إذا عدا شخص بنعده مجموعة أشخاص تماماً. مثل ما بنعرف الشخص بيأخذ اللقاح بيحمي حاله وبيحمي أسرته الآخرين. وبيحمي أسرته يعني أنا لما بحمي حالي وما عاد انصاب انا اسرتي ما بحميهم كمان صحيح. لانه بجوز عندي انا اطفال تحت 18 صحيح. ما بقدر اروح كبار بالسن كمان تماما صحيح. فانا ما بقى بنقول لهم الاصابه فاللقاح حمايه للشخص وللاسره يعني صحيح. وللفرد وللمجتمع نعم. وبدنا نذكر المواطنين لامتى الحمله مستمره الحمله دكتورة. مستمره حتى يوم الخميس 15/12 هلا بس بدي نوه على شغلي هلا طبعا. اللقاح خلال الحمله متوفر بس خارج اوقات الحمله هو موجود بالمراكز الصحيه يعني نحن موجود صار اللقاح بالمراكز الصحية بشكل دائم فأي شخص إنه هو ما ساعدته ظروفه إنه أخذ اللقاح أثناء الحملة هو بعد الحملة بيقدر يروح على أي مركز صحي ويقول أنا ما أخذت اللقاح بدي أخذ اللقاح هلا فهو خارج أوقات الحملة موجود اللقاح بالمراكز الصحية طيب دكتورة نصائح أخيرة لكل حدا عم يتابعنا اليوم بأهمية هيدا اللقاح أنا بنصح جميع الناس أن تتوجه على المراكز الصحية الفرق الجوالة لتأخذ اللقاح من أجل مثل ما حكينا استقرار الوضع الوبائي والقضاء على الجائحة والسلامة للجميع إن شاء الله أهلا وسهلا فيك دكتورة نورتينا نعم دكتورة جنان نورتينا ونورتي صباحنا يعطيك ألف عافية الله يعافيك وشكرا لكم